عليكم، مساء الخير. أنا قلت بصولكم السيارة هذه بالتفصيل الكامل. هذه السيارة رقم 100 في مزاد صفقة، خلال من يوم ما فتحنا المزاد مؤسستنا لنا 4 أشهر الآن. هذه السيارة رقم 100، يعني إن شاء الله عقبال 1000 سيارة. موديل 86 لينكن تاون كار، الداخلية جلد، لون الداخلية جميل بالنسبة لي، مكيف شغال، ماشية السيارة 78,000 ميل، وارد أمريكا، عليها لوحات سعودية مجددة مفحوصة، يعني جاهزة للاستخدام أو التصدير. خلوا أوريكم السيارة. أولا اللي بيسأل على الصبغ، الصبغ مجدد في أمريكا على كلام صاحب السيارة. راح نوريكم السيارة بالكامل إن شاء الله، وراح تكون في مزاد صفقة لمدة 4 أيام في موقعنا الإلكتروني اللي هو www.safqa.sa. اللي يسأل على الأرقام راح تكون في اليوتيوب، في الانستغرام وفي السناب موجودة. نوريكم السيارة. موديل 86 زي ما انتم شايفين، اللون أبيض، الداخلية اللون خلنا نقول بيج أو بني فاتح. الداخلية لون جميل صراحة أنا بالنسبة لي. طبعا بناخذ لفة على السيارة كامل. اسمع الباب دقيقة، تسمع؟ أكيد. تعال، حقين الكلاسيك وحقين من الأمريكي يعرف الصوت هذا. في ناس ما يعطوا اهتمام للصوت، بس حنا لا نعطي اهتمام، لأنه دي السيارة مستهلكة. الهنجز اللي هنا تكون معدومة، واللي هنا تكون معدومة، تصير ما تعطيك صوت إنه السيارة مش مستهلكة. وريهم الداخلية، خليهم يستمتعوا. طبعا يوجد ملاحظة هنا في الجلوف بوكس، هذه هي الجلدة هذه، أوكي، يبغى لها تثبيت. جميع الكتب موجودة يا أخوان، كتب الوكالة زي ما انتم شايفين. هذا شريط، فهذه السيارة من هنا. طيب هذه الداخلية، سيارة جميلة، الطبلون لا يوجد عليه ملاحظات. الداخلية ما في استهلاك يا أخوان. المقاعد، ممكن مقعدة السائق شيء بسيط، شوف السقف ما شاء الله تبارك الله. عندكم الربل، ما في استهلاك يا أخوان، ما في تقطيع، مش يعني مستهلك أبدا، ولا هو بقاسي، يعني شوفوا كيف لين. عندكم الباب، شوف الباب من الجهة هذه، وريهم الجهة هذه، الديكور كامل. عندكم هنا ما في استهلاك كذلك، يعني دقيقة هذا لازم ينفتح. ايوه، عندكم التخشيب اللي هنا، مسكة الأبواب. طيب نجي الباب الثاني، ما في أي ملاحظات، سيارة جميلة، لون الخارجية والداخلية كذلك. خلينا نوريهم من هنا، هذه داخلية السيارة، المقاعد في بعض اللزق البسيط هنا زي ما انتم شايفين، بس ما في تقطيع في المقاعد. اللمبات الداخلية شغالة، الفرش يا اخوان ما في اي استهلاك ما شاء الله. هذه داخلية السيارة من هنا، الربل كذلك ما في اي استهلاك. الباب من هنا، طيب نوريكم السقف، ما في اي تقطيع من الشمس او خدوش او صدى ابدا. يعني خلينا نقول سيارة الصراحة شيء بسيط. هنا شوف تثبيت، بس تثبيت فقط زي ما ذكرنا يا اخوان. مزادنا اونلاين، موقعنا في جدة، اوكي. حاب تجي تشوف السيارة يا مرحبا ألف. يوجد تأمين تدفعه، التأمين مسترد في حال يتم شراء السيارة. عندكم في قطع بسيط هنا في جلدة الشنطة الربل، لكن كامل لا يوجد عليه مشاكل. احنا ليش حريصين نوضح الأشياء هذه؟ لأنها مهمة. السيارات القديمة هذه زي الكفرات، يعني كفر للسيارة. عندكم لا يوجد مشاكل من هنا، شوف أرضية السيارة ما شاء الله. هذا الفلور
سيارة جميلة. طيب قفل الشنطة. صدام لا يوجد مشاكل. في بعض الحكات يا اخوان. اوكي. في بعض الحكات هنا. لكن كروم واسفل لا يوجد مشاكل. راح نوريهم السيارة من اسفل. الجهة الثانية هذه كذلك. بدي سليم. داخلية. زي ما انتم شايفين. طيب. جهة السائق. برضو لا يوجد مشاكل. هذا اللهم لون فقط يا اخوان. هذا لون. وريهم من هنا. ديكور الطبلون. كل شيء شغال هنا. افتح لكم. اوريكم المقدمة. في بعض الملاحظات هنا. تلاحظون؟ زي النقط السوداء هذه. هنا. نفتح ال ايوه. ماكينة 8 سلندر 5.0 فيول انجكشن. نوريهم هنا. فيه ملاحظة يا اخوان. المساعدات تابع الكبوت ما تثبت. لازم تثبتها بحديدة بخشبة بأي شيء. هذا مقدمة السيارة من هنا. عندكم ملاحظة هنا. يبغى لها ريكروم من هنا. الصدام. الدعاميات لا يوجد مشاكل. راح نسوق السيارة الآن. خلوكم معنا. اخوان الراديو شغال. اوكي. في كاسيت مكيف دفع الهواء كويس وشغال ولا يوجد اي مشاكل. نوريهم هنا الطبلون. اي سؤال اي استفسار حياكم يا اخوان. السلام عليكم. عليكم مساء الخير. والان راح نوريكم اللينكون موديل 86 من الاسفل. نذكر لكم جميع الملاحظات. طبعا عندنا اول ملاحظة هنا في الصدام الامامي زي ما تشوفوا قدامكم يوجد بعض الخدوش. ايضا يوجد بعض الصدى السطحي في اسفل الصدام زي ما تشوفوا قدامكم. راح نوريكم الشاصية الامامي. هذا الشاصية الامامي لا يوجد به اي مشاكل او لحامات. هذه الماكينة من الاسفل. عندنا ملاحظة في وجه كارتير الماكينة يوجد ترشيح بسيط في وجه كارتير الماكينة يحتاج تغيير. هذا كارتير الجيروبوكس لا يوجد به اي مشاكل. كرسي الجيروبوكس جديد مغير. العضلات الامامية سليمة لا يوجد بها اي مشاكل. عندكم هذه ارضية السيارة من الاسفل سليمة لا يوجد بها اي صدى او تآكل. هذا الدفرنس الخلفي لا يوجد به اي مشاكل. العضلات الخلفية سليمة. الآن راح نوريكم الشاصية الخلفي. هذا الشاصية الخلفي سليم أيضا لا يوجد بها أي مشاكل أو لحامات أو قص زي ما تشوفوا قدامكم. هذه الجهة الأخرى. هذا الصدام الخلفي لا يوجد به أي مشاكل. طبعا هذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من الأسفل.